عليكم ومرحبا بكم معايا في لا فيديو تاع نهار اليوم. جبت لكم وصفه لوبيا ماشطو بواحد الطريقه بزاف هايله. نقول لك حبيبتي اذا كانوا عائلتك ما يحبوش ياكلوا لوبيا ماشطو، ما عليك غير ديري لهم يعني هذا الوصفه وهذا الكيفيه بالطريقه هذه. صدقيني راهم رايحين يلحسوا هذاك الطبسي تلمون بزاف هايل. وانا للامانه يعني اللوبيا ماشطو تاعي ما نقليهاش تماما، كما راكم تشوفوا راح نديرها لكم بطريقه جد جد سهله، والاهم انه يعني ما يرفد لكمش كامل هذيك الكميه تاع ليدام والله يجي يقهم، والاهم انه يجي هذا البلا بزاف بنين. تبعوا برك معايا لا فيديو للاخير باذن الله، رايحين يعني تستفادوا من الوصفه وان شاء الله تجربوها واكيد راح تعجبكم. ما تنساوش حبوباتي خليوا الايجاب اشتراك في القناه ونقولوا بسم الله. كما راكم تشوفوا هنايا حبيباتي جبت كميه تاع اللوبيا ماشطو، كما راكم تشوفوا لا زاليغو نسميوه، يعني زاليغو كل منطقه وكيفاش تسميه. شوفوا هنايا حبيباتي كنت غسلته جيدا، بعد نجيو نحيوا هذاك الرؤوس تاع الحبه تاع اللوبيا ماشطو بالطريقه هذه ونقصوا يعني على طرف كما راكم تشوفوا امامكم في الصوره هايليكم. من بعد هنا يا حبيباتي نجيبو هنايا كسكاس، يعني هنايا رايحين نفوروا الزاليغو تاعنا ولا اللوبيا ماشطو تاعنا، عوض ما انكم يعني تروحوا كي ديروا كميه غزيره تاع الزيت وتطلقوه يعوم في هذيك الزيت ويتقلى. صدقوني جربوا هذه الطريقه بزاف هايله. درت له هنايا كميه تاع الملح هكا باش يعني ما يتفورش وما يجيش يعني يطيب صامت. نروحوا هنايا حبيباتي خليته جانبا يتفور ونروحوا هنايا مع بعض ندوزنوا هذيك لاصوص تاعو في مرميطه. هنايا درت كميه تاع الزبده وشويه تاع الزيت هكا باش لاصوص تاعكم تجي بنينه. وضعت هنايا كويس كيما راكم تشوفوا تاع الدجاج، كيما تقدروا ديروا اللحم. عندي حبه تاع بصل كبيره كنت ربيتها، شويه تاع الثوم، حبه تاع طماطم كذلك كنت ربيتها. بالنسبه هنايا للتوابل عندي ملح فلفل اسود كزبر وبابريكا حاره كيما راكم تشوفوا، هذو هما التوابل اللي نستخدمهم. نضيفوا هنايا كميه من الطماطم المصبر حوالي نصف ملعقه كبيره. نديو هنايا حبيباتي المرميطه تاعنا اعلى النار تكون متوسطه، كنت ضفت هذاك الملح نسيته في الاول، ونخليو يعني اللاصوص تاعنا هذه تتقلى في غرضها، البصل هذاك يتقلى في غرضه مع هذاك الدجاج كما راكم تشوفوا. يعني اعطيوه وقته في التقليه على نار تكون بزاف قليله. بعد ما تقلات لي جيدا يعني هذيك البصله مع الدجاج مرقته، يعني حاولوا انكم تمرقوا يعني فايت الدجاج، تغلقوا المرميطه وتخليوها يعني تطيب هذيك لاصوص في غرضها. بعد ما كان تفور لي جيدا هذاك اللوبيا ماشطو تاعي حوالي 60% في مقنيه تاع الزبده ولا لا مارغرين كيما راكم تشوفوا، ونجيو نصوتيو اللوبيا ماشطو نتاعنا. صدقوني جربوا هذا الطريقة هذه ولا الكيفية هذه، رايح يعطيكم بنة أحسن تماما من أنكم تروحوا تقليوه وهكاك يعني في الزيت غزير وتقليوه كما راكم تشوفوا. هنا يراها يعني كنا فورناه ولكن طاب نص طياب فقط حوالي 50% حتى 60% كما راكم تشوفوا. هنا يا حبيباتي نصوتيوه في الزبدة هذه. هنا يا ضفت له كمية صغيرة برك تاع الملح، يعني ما كنتش درت كميه كبيره في الاول كي فورته كيما راكم تشوفوا. اللي حبت تزيد له شويه تاع الثوم شويه تاع التوابل تزيد له، يعني انا كنت درت كميه كافيه في الفلاصوص، لذلك يعني كي صوتيته هنايا في الزبده درت له غير شويه تاع الملح فقط لاني ضقته ولقيته شويه تاع شويه مسوس. نبقاو هنايا حبيباتي نقليوه جيدا على نار تكون بزاف قليله، يعني حتى يتحمس لي مليح في هذيك الزبده يعني ويدي لي هذاك البنه. هاي لكم هنايا ضفت يعني بعد ما ضقت لقيته شويه مسوس يعني ناقص ملح، زدت له غير رشه خفيفه تاع ملح ونخليه يعني يتحمس في غرضه ويتكتك في هذيك الزبده. صدقوني راح يرفد هذيك البنه تاع الزبده ويجيكم ما شاء الله. هنا يا حبيباتي بعد ما طابت لي هذيك الدجاج هذا كنت نحيت الكويس هذيك تاع الدجاج ولاصوص تاعي يعني كانت خثارت شويه، نجيب هنايا هذيك اللوبيا ماشطو اللي كنا صوتيناها في الزبده ونرميوها في لاصوص كيما راكم تشوفوا، نخليوها تكمل الطياب تاعها يعني حتى يطيب لكم جيدا. ولاصوص هذيك يعني المريقه هذيك رايحه تخثر تماما، يعني ما تخليوهش هكاك بالمرقه هذيك عايمه فيه. نقول لكم يعني خليوه يتشرب مليح هذيك لاصوص، يعني تقعد هكا صلصه خفيفه فقط، يعني تكون صلصه ثقيله تاع تغماس كما راكم تشوفوا امامكم. نجيبو هنا يا حبيباتي صحن التقديم ونصب هذاك اللوبيا ماشطو تاعي بهذيك المريقه جايه خاثره. الله الله صدقوني جات بنينه هايله. نقول لكم حبيباتي اللي
عائلتكم ولا ولادكم ما ياكلوش لوبيا ماشطو، جربوه لهم بهذه الطريقه صدقوني رايحين يلحسوا الصحن من قوه البنه نتاعو. وهنايا حبيباتي جبت هذاك الكويسكم حمرته في شويه تاع الزبده، نحطوه هنايا من فوق في الصحن من فوق. اذا كانت متوفره عندكم كميه من الدبشه ديروا لها رشه من فوق. وحاوليكم هنايا الطبق تاعنا في الشكل تاعو النهائي، يعني اللوبيا هذه يعني تاع تغماس صدقوني ولا اروع، بنتها من اروع ما ياكل. يعني جميع وحده مش مال فدير يعني اللوبيا ماشطو بهذه الطريقه، نقول لك حبيبتي راطيتي بزاف. جربيها وعلى ضمانتي وردي لي بالخبر. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم كما نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطوني بارائكم في التعليقات. نقولكم حبيباتي اللي لحقتوا معايا لحد هنايا، ما تنساوليش هذيك الجام، ربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. كذلك اللي دخلتوني لاول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروني في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم اوفياء وسلام.